السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. عرفت لكم مبروكة ورمضان مبارك كريم. اليوم غادي نوجد معكم الخبز نتاع الكباب، واحد الخبز كيجي رائع بطريقة جديدة، غادي تشوفوها معايا في التتمة نتاع الفيديو، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم وكملوا معايا الفيديو باش تشوفوا كي داير هذا الخبز. إذا على بركة الله غادي نبدا مع المقادير. هنا عندي 500 غرام تاع الدقيق الأبيض، عندي معلقة صغيرة نتاع الملح، معلقة كبيرة نتاع السكر، معلقة كبيرة نتاع الخمارة، هنا عندي 4 معالق نتاع الزيت كبار، والماء غادي نعبر لكم من بعد على حسب الخليط، تقريبا غادي نحتاج 1 جوج كيسان. إذا على بركة الله غادي نبداو نديرو الدقيق ديالنا هنا. غادي نعجنو انا في الماشينه، الا ما عندكم في الماشينه تعجنوه بيديكم معليش غير كيف كيف، اللي عنده الماشينه يعجن في الماشينه. غادي نضيف السكر، الخماره، نضيفو في الجنب الملح، وغادي نديرو هادشي يعجن، نخلطو هاد المكونات هادو. كتشوفو معايا هما المكونات تخلطو. دابا غادي نضيف الزيت، غادي نضيفو كاس ديال الماء عامر، نحسبو 100 مليلتر، الماء هنايا عندي دافي، الماء دافي كيما العجين العادي. غادي نضيف الكاس الجوج، صافي انا هنا درت كاس الجوج مبقاش. صافي ما غاديش نزيد الماء، غادي نخليه هكا يعجن 10 دقائق نتاع التليك بالماشينه، الا غتفكركم بيدكم عطيني 10 دقائق حتى 15 دقيقة. العجينة ديالي هي وجدات، صافي كما كتشوفوا ها هي جاي مطلوقة شوية. دابا غادي نديرها شي حاجة وغادي نخليها تخمر واحد الساعة، نغطيها مزيان ونخليها تخمر وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها. صافي هنا كما كتشوفوا معايا لاباط ديالي هي خمرات، العجينه ديالي خمرات. دابا غادي نفوت باش نقسمها، ندير شويه ديال الطحين هنايا، كنديرو كويرات هكا صغارين. كيما كتشوفو معايا أنا ساليت 8 ديال نتاع الكويرات بحال بحال. دابا غادي ندوزو ديريكت، غادي ندوزو باش نطيبوهم. كنطلقو هنايا الخبز ديالنا، كنديروه مدور، نقدرو نديروه غير بيدنا ولا نساعدو بالدلاك.
هاي كما كتشوفوا معايا درت شعلت النار ودرت هذه نتاع الفران الشبكه نتاع الفران وغادي نقص شويه النار وغادي نطيبو فوق هذه الشبكه. نخدوه من الطحين هكا ونحطوه هنايا صافي. كنبقى هكا من حس بيه الدات بشويه من تحت غادي نقلبو. كما كتشوفوا معايا هنايا ها هو تحمر مزيان من هذه الجهه. من بعد غادي كيطيب من التحت غنحيدوه. انا بغيت نوريكم من القريب كي كيكون يتنفخ. هنا كما كتشوفوا معايا ساليت الطياب ديال الخبز ديالي كيجي خفيف ورائع كما كتشوفوا. ودابا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. ها هو كيجي رائع خاوي من الداخل مفيش البابه بزاف كيجي زوين. انا غادي نعمره هنايا بالكيبه وانتم تقدروا تعمروه باي حاجه باش ما عمرتوه كيجي زوين. هو الكباب ديالي كما كتشوفوا درته هنايا راه يطيب وغادي نخليه حتى يتحمر مزيان بحال هكا ملي كامل محمر ونطيبو ان شاء الله. صافي هنايا كما كتشوفوا الكباب ديالي هو تحمر غادي نفعليه وغادي ندوزو دابا باش نعمرو الخبز ديالنا. انا هنايا خديت الكباب هذا اللي كيكون مثلج وخليتو طاب واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق. صافي دابا انا حليت هنايا الخبز ديالي كما كتشوفوا الكباب ديالي هو واجد. وهنا قطعت شويه ديال لا سالاد مع الماطيشه قطعتهم هكا صغارين. هنايا عندي لاصوص بلونش كنعمرو هنايا الخبز ديالنا. غادي ندير شويه ديال الماطيشة وشويه ديال لاصالات انا درت الفريت ديالي يطيبو حيت انا كيعجبني ندير مع الكباب كيعجبني ندير مع الفريت هكا كما كتشوفوا. وغادي نديرو شويه نتاع لاصوص غادي نستمر نكمل هادو اللي عندي ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. اذا متتبعي وصلنا النهاية نتاع الفيديو. الكباب ديالي هو واجد كما كتشوفوا كيجي رائع عمرتو درت معاه الفريت وهنايا درت معاه لاصوص بلونش. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتابونا باش يوصلكم كل جديد. شكرا وبصحة والراحة وعشركم مبروكة ان شاء الله.